يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم
مسمى ثم نخرجكم طفلا. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة
يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس الرشيد. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين إن الله على كل شيء
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين قال عليه الله
إِنَّ
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام ما ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا وأطعموا البائس الفقير
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي بيتي للطائفين ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر
فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فله أسلم وبشر المخبتين ولكل أمة دعانا من سكى جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله يحفظك
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكم فيها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم. وبشر المحسنين. صدق الله.